بينما يخوض الجميع سباقا مع الزمن في كل أنحاء العالم لإيجاد لقاح نهائي ضد كوفيد-19، تراهن السلطات الصحية على اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية سعيا لعدم انتشار هذا الفيروس. هذه الإجراءات الاحترازية تتمحور في مجملها على ارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وخاصة في مراكز التسوق. في كل خطوة تتخذها السلطات الصحية في البلاد اليوم يجب أن تقابل بالالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية من قبل الجميع. فعلينا أن نطبق مفهوم التباعد الاجتماعي لسلامتنا أينما كنا وخاصة في أماكن التسوق في الجمعية التعاونية. في بعض الناس تباعد وبعض الناس يعني العفو بالكلمة هذه مستهتر الاختلاط وعدم لبس الكمام يعني وشايفين العالم والمستشفيات. يعني احنا ما نطلع الا للضروره القصوى. عوائل امهات وابات قاعدين بالشارع يشرون حق عيالهم بالمستشفيات فوق في الدرايش. اتعظوا وشوفوا العالم، شوفوا الموجه اللي جايتنا. في الاماكن هذا اللي معتادين الناس شبه يومي الالتزام قليل مو وايد. الجمعيه بضايعها مختلفه ورواتها مختلفين ولا هم كلهم ملتزمين. لازم انت تخلي لك مسافه بينك وبينها يمكن مترين 3 أمتار، لازم ضروري نشوف يعني الوضع شويه يعني زين نستقر شويه. الجمعيات مثل اول ازدحامات وهذا توخر عن الثاني وتوخر عن هذا. في التباعد الاجتماعي وقاية من فيروس كوفيد-19 شعار لا يجب فقط أن نردده بل نعمل على تطبيقه، لذلك فإن الجمعيات التعاونية تسعى لتفعيله على أرض الواقع باتباع العديد من الإجراءات. دائما احنا حريصين ان احنا نحقق الاشتراطات الصحية بحيث ان نحافظ على سلامة مرتادين السوق ونحافظ على سلامة موظفينا، فبالتالي وضعنا مجموعة اشتراطات واتخذنا مجموعة اجراءات بحيث ان يمكن تلاحظ بالتصوير ان كل موظفينا ملتزمين بارتداء الكمامات، الاستيكرات اللي موجودة على الارض لتحقيق التباعد هذه موجودة على كل الاماكن اللي ممكن يتحقق فيها الازدحام. حسب تعليمات وزارة الصحة لابد ان يكون يعني في تباعد اجتماعي على اساس الوقايه يعني، والحمد لله انا شايف يعني الامور جيده، يعني الناس لابسه كمامات وفي تباعد. يعني الجهه الرسميه لمتى بتعطينا تعليمات؟ يعني 24 ساعه، احنا نفسنا لازم نعرف ان هذا مرض خطير مو سهل، اذا ما صار في تباعد ينقل العدوى مو لك انت، ينقل لغيرك ولغيرك. تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي ستؤتي بثمارها لا محالة في تخفيف عدد الإصابات والإبطاء من انتشار هذا الوباء القاتل. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.